سلام عليكم. رد السلام على الأقل. كذا بتنخصم منك درجتين. الله يأخذ الأشكال اللي مثلك. إيش قلت؟ لا لا ولا شيء ولا شيء. فقط قلت أنت أفضل إنسان يعطي رخص. والحين قوم السيارة. يلا قومي حبيبتي. يلا. لا تحرجيني قدام الرجال حبيبتي. إيش فيك أنت؟ ولا شيء. من جدك؟ لا بيمزح. ياب من جدي. يلا شغل السيارة. إيش هذا السيارة الخردة؟ What? أنا خردة يا خردة. الحين أبغى تشغل السيارة ولا أي كلمة. والحين قوم السيارة. ولا أي كلمة. وأخيرا وهيك نقصت درجتين. ليش يا أستاذ؟ وكمان هيك درجتين راحت عليك. الله يخلق. وكمان هذه الكلمة بخصم لك 5 درجات. إبراهيم ارحمني. بخصم لك كحابي تخصم عليها درجات؟ لو شخيت على حالي ايش بتسوي؟ وهيك لم يتبقى لك اي درجات. اذا لم تعطيني رخصة والحين شو بسوي؟ ما تنفع الا ذي الخطة. ابغى اروح للحمام ضروري. يلا اذهب بس اسرع، نبي نروح من هذا المكان. ألو؟ نعم مين متصل؟ من الأفضل لك أنك ما تعرف. كيف لي من الأفضل ألا أعرف؟ منو أنت عشان تكلمني كذا؟ اسمعني، لديك كلب لونه أصفر واسمه قداحة، وهو الحين في غيبوبة في المستشفى. إيش دخل كلبي بالموضوع؟ والحين كلبك بين يدي وحياته تبقى بين يديك أنت. الحين إيش تبغى مني؟ اللي أبغاه منك أنك تنجح الطالب اللي يجتاز الحين عندك امتحان الرخصة. هل تقصد أبو راس كبير؟ أبو راس كبير؟ ونسيت أنفك الكبير؟ أقصد أيوة أبو راس كبير. أوكي يا تعيب حالك، بعطيه الرخصة. وكمان طلب آخر. طلباتك أوامر سيدي. الحين صرت سيد. المهم لا تسأل أو تقول له مين يأتيك هذا الشخص، أو تسأل عني، أو تقول عني أني وصيت عنه، وإلا أو ساعدني بليز. أو متفقين؟ من عيونك سيدي. بنكمل الحين امتحان؟ لا تفضل رخصة مباشرة، ما في أي امتحان وما في أي خص درجات، أنت رسميا ناجح. وات؟ نجحت الخطة؟ تبي المال؟ تبي المال؟ تبي أعطيك هذه السيارة؟ أيوة السيارة جيدة، أبيها حالا.
ما عرفت أنك غبي لذي الدرجة. كذا بيكون المقطع خلص، وإذا عجبكم مواضيع كذا قولوا لي في التعليقات، ولا تنسوا زر اللايك حيزيد تفاعل على هذا المقطع، فبليز يا جماعة تفاعلوا مع المقطع.